يبدو أن أطرافا مسلحة كثيرة في السودان ستستغل ما يجري في المركز في الخرطوم في العاصمة، هذا الاقتتال، هذا الضعف في المركز في القلب، كي تفعل ما يحلو لها في الأطراف. دكتور محمد عثمان، أهلا بك من جديد. ما هو العنوان في السودان اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن العنوان بكلمة أو كلمتين، الآن، فقط الآن، هذا اليوم الجيش السوداني يكشر عن أنيابه. اليوم؟ نعم، فقط اليوم. نعم، بعد نحو شهرين من القتال. نعم، الآن الجيش السوداني كيف يعني يكشر عن أنيابه؟ نعم، يتحول من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم وخانة المبادرة. كان في السابق طيلة تلك الفترة كان يعني يقل يده، يقل حركته، يستخدم بداية قوية جدا منك دكتور محمد. نعم. أين رأيت هذه الأنياب؟ اليوم فقط في الثانية الأخيرة من انتهاء الهدنة، التزم بها الطرفان بعد انتهاء الهدنة، وإلا والجيش ينزل بالمشاة في كل أطراف العاصمة، ويقابله الجمهور، يقابله الشعب بالتهليل وبالتكبير وبالترحاب، ينتشر بمشاة. القصف الجوي يستمر على مناطق تمركز الميليشيا المتمردة، ثم بالمدفعية وبالآلات الثقيلة الجيش ينتشر مع المشاة. كل هذه الخطوات، كل هذه الأسلحة في تناغم كبير تنزل ويستقبلها المواطنون، ولذلك هذه الخطوة التي كان ينتظرها ويطالب بها ويحتج على تأخيرها الشعب السوداني. ولماذا تأخرت هذه الخطوة؟ تأخرت لأسباب فيها من المنطق، ولكن زادت عن القدر المطلوب. تأخرت بسبب أنه الميليشيا تحولت إلى منازل المواطنين، هذا السبب الرئيسي الذي كان يغل يد الجيش، لأنه كان يتردد في ضرب الأحياء السكنية، كان يتردد، والعاصمة منتشرة، وتعرف أن الميليشيا 70,000 مقاتل دخلوا إلى العاصمة القومية حين ضربت كل معسكراتهم واستولى عليها الجيش، لجوا إلى المستشفيات والمراكز الخدمية وإلى منازل المواطنين للأسف. هل أفهم منك بأن الجيش استفاد من هدنة 24 ساعة الأخيرة، هي الهدنة العاشرة؟ الجيش ليس قضية تكتيك وليس قضية استفادة، الجيش في مقدوره إن أراد. الجيش لم يكن يريد أن، مع أنه أنا واحد من الناس كنت أحتج على التأخير هذا، وكل المواطنين، كل الشعب كان يحتج، لأن الشعب يحتمي بالجيش ويلجأ الجيش ويطالب. لكن لتقديرات تخص قيادة الجيش ذكروها بعض المحللين، تأخر الجيش كثيرا عن هذه الخطوة، ولكنه ابتدأها هذا اليوم. هل هي خطوة ميدانية حاسمة أم مجرد تحرك ميداني أو معنوي بالأحرى؟ بالتأكيد ليست مجرد معنوي، بالتأكيد هي خطوة ميدانية على الأرض وأحدثت نتائج. يعني المشاة الآن، انتشار المشاة، نعم نعم نعم، أحدثت نتائج جزئية وليست كلية. ما هي النتائج التي أحدثتها؟ أنه استلم الجيش عدد كبير من الجسور على النيل في العاصمة القومية التي كان يستخدمها الدعم السريع الميليشيا المتمردة لإعاقة حركة المواطنين. أيضا حرر كثير جدا من الأحياء السكنية التي كان يستولي عليها الدعم السريع ويسكن في مناطق، في منازل المواطنين السودانيين، ونعرفهم بالاسم يعني، وهم تحدثوا عن منازلهم. أفهم منك أن ميليشيا الدعم السريع انسحبت من بيوت الناس؟ أجبرت بهذه العملية. نعم، انسحبت. كيف أجبرت؟ من أجبرها؟ نزول هذا الجيش، نزول هذه العملية، لأنه العمل الذي عمله الجيش اليوم كان تغطية حاسمة، خلاص كأنه يريد الحسم يعني، ولو على أنها قاسية وصعبة، لأنها في الأحياء السكنية، لذلك تأتي الصعوبة من أنها في الأحياء السكنية. وأنتم كنتم تسألون لماذا تأخر الحسم طيلة هذه الشهرين، وين جيشكم، وين القوات المسلحة؟ السبب كانت وجود المتمردين في منازل. أنت تعرف يا أخي، لو واحد فقط إرهابي دخل في عمارة أو في بيت وأخذ رهينة، وإن شاء الله بسلاح سكيني فقط، بسلاح الأبيض،
يمكن أن يهدد كل المدينة، فما بالك بسبعة ألف سبعين ألف جندي دخلوا إلى منازل المواطنين في مدينة الخرطوم. طيب هذا كلام مهم حقيقة دكتور محمد، إذا ما صح الآن تقييمك للوضع الميداني فإن الجيش سيحسم الأمور خلال فترة وجيزة. لا أستطيع أن أجزم ولا أستطيع أن أرد عليك برد حاسم، لأنه هذه معركة في الأحياء تدور بين الأزقة ومنازل المواطنين. تم تحرير بعض الأحياء ولكن العاصمة كبيرة وعريضة وممتدة، وجنود المتمردين 70 ألف. لذلك يعني متى تنتهي هذه المعركة لا أعرف، وأنا يعني محلل وأستقي المعلومات ولست خبير عسكري، لكن متى تنتهي هذه الحرب لا أحد يعلم. طيب خلينا نشرك معنا الباحث والمحلل السياسي حامد ممتاز لو سمحت لنا دكتور. نعم. أهلا بك دكتور حامد. مرحبا بك وبالأخ الكريم دكتور محمد عثمان ضيفك الكريم. يا مرحبا دكتور حامد. دكتور محمد بدأ حوارنا بالقول إن الجيش اليوم كشف عن أنيابه واتخذ خطوة قد تكون حاسمة من خلال نشر المشاة في العاصمة الخرطوم، هل تتفق معه في هذا؟ صحيح بالتأكيد، خلال الشهرين الماضيين القوات المسلحة كانت حريصة جدا على أن الرقعة الجغرافية العاصمة القومية ذات المدن الثلاث سكانها حوالي 8 مليون مواطن، من الصعب جدا أن يقاتل الجيش النظامي داخل الأزقة والأحياء الصغيرة حفاظا على الموارد البشرية والبنى التحتية داخل هذه العاصمة السودانية. لذلك كان حريص على استنزاف قدرات العدو القتالية البشرية واللوجستية، ومن ثم تخفيف قدراته في المواجهة وتغيير استراتيجية نحو القتال المباشر عبر نشر قوات برية لها القدرة على القتال داخل الأحياء. ومع ذلك تزعم القوات المسلحة على ضبط النفس في عدم استخدام القوة المميتة التي تدمر البنى التحتية وتصيب المواطنين المدنيين الأبرياء. لذلك تأخر ذلك، ولكن اليوم غيرت القوات المسلحة من استراتيجيتها وأنزلت هذه القوات في محاولة كبيرة لمحاولة حسم المعركة داخل العاصمة القومية بصورة مباشرة في هذه القوات المتمردة.